ينثر هاشم الفقيه في حقل خبراته الطفولية بذور حب العمل التطوعي ليغمس في ذاكرته الغضة الإحساس بالمسؤولية تجاه المجتمع. أنت ليش قاعد تساعد الناس؟ عشان سير كسر بيوتهم. مش كمان؟ عشان نقود بوي. التحق هاشم ابن الأعوام الأربعة بقوافل المتطوعين لمساعدة منكوبي سيول جدة، وببراءة الطفولة وعشق اكتشاف الجديد انخرط في المساعدة مسجلا اسمه كأصغر متطوع. هاشم فائدته يمكن الفائدة المعنوية حقته أكبر، يمكن برسل رسالة لرجال لشباب طريق غير مباشرة أقوى من جرائد ومن صفحات لو إحنا قعدنا نكتبها. أعتقد يرسي هاشم جواً ودوداً بين المتطوعين حتى أصبح صديقاً للكبار قبل الصغار، وإن شاكسهم في بعض الأحيان. يدهش الطفل بذكائه الحاضرين وتعامله مع هوايات الكبار واهتماماتهم، إلا أنه يعود في النهاية إلى ما يحب أن يفعله أبناء جيله. ما شاء الله يعني مو بس عارف الجبنه، بيوزع في الاندوم، يوزع في الجبنه، بيوزع معانا في الفول. يعني ما شاء الله الولد مره متفاعل، ما شاء الله مره عاجبنا كلنا، يعني حتى كلنا حبيناه ما شاء الله لانه اصغر متطوع معانا هنا. يدفع الطفل المتطوع والمشاكس بهمم عشاق الخير في جده بروحه البريئه وابتسامته النقيه وعفويه كتب عليها سطر التطوع فقط. هنا زرعت هذه النبته وتشربت معاني العمل التطوعي الخيرية لتصبح في الغد عنصراً فاعلاً في المجتمع. سعود الخلف، العربية، جدة.